اي مدرسين وي هاف نوت كواليفايد تو ذا سيمي فاينل. بيقول لحضرتك هيثم التهاج بتقول مبروك ان هو النتيجه دي تقريبا حطيت رجلك في النهائي تقريبا بشكل كبير، ممكن تديك فرصه انك تعمل تغييرات في الماتش العوده، بيقول لك احنا لسه ما تاهلناش. يو ويل سي اور بريباريشنز ار نوت جونا بي كاجوال. هو الاعداد ما كانش بسيط. يعني يو ويل سي ايفن ذا تيم اوفر ذا is not going to be casual. والفريق برضه هناك مش هيسيبها الموضوع بسهوله. I've been coach for 21 years. I've seen a team turn the results from 4-0 to 5-4. انا شفت، انا بقالي 21 سنه بدرب، شفت فرقه كانت مغلوبه 4-0 ورجعت وكسبت 5-4. Maybe this happened here, I'm not sure. بتهيألي حصلت في مصر، انا مش متاكد يعني، بس بتهيألي بتحصل يعني. Never happened. 3-0. 3-0 and then 4-3 somewhere maybe. بس ساعات ممكن يبقى 3-0 وبتكسب 4-3. الحمد لله. Then we follow that. Okay, so we have not qualified. لسه ما تأهلناش يعني عشان ناخد المخاطرة دي.